اهلا بحضراتكم من جديد. نروح للجزء الحواري مع الزميل العزيز الناقد الصحفي الاستاذ خالد علي. ازيك عامل ايه يا استاذ عمر؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار حبيبي؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل، كله تمام الحمد لله. عامل الف سلامه عليك. طبعا انا عارف ان انت عندك اصابه. الله يسلمك حبيبي. وجيت لنا يعني وانت يعني انت عارف ما اقدرش اتاخر عليك، لكن انا عارف ان حضرتك هتتاخر عننا حبيبي. مباراه السيتي وليفربول زي ما انت عارف شغاله دلوقتي. عايزين نقول للساده المشاهدين نتيجه 2-0 النتيجه لحد دلوقتي. محمد صلاح احرز الهدف الثاني وفابينيو احرز الهدف الاول، لكن ان شاء الله نتمنى ان بهذه المباراه الفارق يتسع الى 9 نقاط. السيتي هيكون في المركز الرابع. ليستر وتشيلسي موجودين في المركز الثاني متساويين بعدد النقاط بالزبط. زي بعض 26 نقطه. لكن يعني سريعا تتكلم على شويه من الماتش ليفربول كده والسيتي اللي انت تابعتهم، هل كان في ركله جزاء؟ كان في يعني احنا شفنا جونين في اول 13 دقيقه، وده يعني ان دل على شيء بيدل على رغبه كبيره جدا من ليفربول في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي. انفراد وحيدا وبعيدا بالصداره، عشان انت عارف زي الموسم اللي فات كان الفرق ما بينهم قليل، ومانشستر سيتي قدر يعوض فرق الاهداف فرق النقاط وياخد الدوري في الاخر. فالرغبه عند يورجن كلوب وعند اللعيبه اكبر بكتير قوي من الرغبه عند مانشستر سيتي في اول 12 دقيقه اللي احرز فيها ليفربول الهدفين. ليفربول احرز الهدفين في الدقيقه 7 وفي الدقيقه 12، بدري قوي على يعني على قمه زي قمه ليفربول ومانشستر سيتي ان انت تلاقي جونين في اول 12 دقيقه. بس خليني اقول انه الهدف الاول بتاع فابينيو كان ركله جزاء، اعتقد ان هي صحيحه جدا بالنسبه لمانشستر سيتي، والحكم رفض يرجع للفار. حتى لو شفنا اللقطه بتاعت هدف ليفربول بتاعت فابينيو تسديده رائعه، بس لعيبه مانشستر سيتي راحت تعترض على الحكم انه يرجع للفار يبص على اللقطه بتاعت ركله الجزاء بتاعت مانشستر سيتي. الفار في انجلترا غريب جدا، الحكم مش هو صاحب القرار خالص، وحتى حكم الفار اللي موجود في غرفه الفار هو المتحكم في القرار، هو المتحكم في القرار، لكن الحكم ياخد القرار ما ياخدش بيدي حاجه ترجع للحكم. صح كده مظبوط؟ بالظبط. بس انا عندي مشكله في ودي قلتها كتير، حتى قلتها معاك قبل كده، انا عندي مشكله في الفار، انا عندي مشكله في كيفيه اتخاذ القرار رجوع الى الفار او عدم رجوع الى الفار، وكيفيه تطبيق القرار بعد الرجوع الى الفار. انجلترا كلها كوارث تحكيميه بسبب الفار، يا اما بعدم الرجوع للقطه لمشاهده اللقطه مره اخرى، شفناها اكتر من مره في مخالفات واضحه وصريحه الحكم بيرفض اصلا العوده الى الفار، وفي لقطات اخرى الحكم بيرجع للفار ويشوفها مره واثنين واللقطات توضح انه في خطا. في انجلترا بيسمع صح كده؟ بيسمع بس بيقف. انا قصدي ان الحكم بيقف ويوقف الماتش ويسمع عشان يشوف حكم الفار روم بيقول له ايه. فلا الفار في انجلترا كارثي، وشفناه النهارده. يعني النهارده ضربه جزاء اعتقد انه لو اي حد شافها في الفار هيحسبها بنسبه 100%، ما اتحسبتش الحمد لله. يعني في ماتش الفار كتب جول الحكم ما حسبوش جول، الحكم ما حسبوش احد نقاط الدوري الانجليزي بالظبط. تخيل دي لحظات عندنا يعني اعتقد الحكم مش هيطلع من الملعب دلوقتي. دلوقتي الفار اللي هو اصلا بيعدل على الحكام بالظبط حسب هدف، فكتب على الشاشه جول والحكم قال لك لا نو جول، مش هيطلع من الملعب، مش هيطلع ولا الماتش مش هيكمل اصلا. يعني احنا ما هو الحكم مش هيطلع والماتش مش هيكمل والدوري هيتوقف لا يعني والفيفا هيجي يشطبنا خالص يعني طيب عايز اقول لك ان في اخر 38 سنه مواجهات ما بين ليفربول والسيتي، السيتي ابدا لم يستطيع الفوز على ليفربول الا في ماتشين بس. فاحنا واضح ان في عقده على السيتي، وان واضح ان في عامل نفسي، وده النقطه اللي انا عايز اسالك عليها. هل العامل النفسي اللي موجود ما بين ليفربول والسيتي ان السيتي مش بيقدر يفوز على ليفربول خارج ملعبه او على ملعب الانفيلد، هي دي اللي ليها علاقه بالنتيجه المبكره، او ان كل مره ليفربول بيتفوق على السيتي ايا كان مين اللعيبه اللي موجوده او حتى النجوم اللي كانوا موجودين في الفريقين؟ بص العامل النفسي طبعا بيبقى ليه دور 70% 60% في تحديد مسار المباراه. فاكرين الفتره بتاعت سيطره الاهلي على الدوري من 2005 لحد 2015 والكعب الاعلى بالنسبه للاهلي شويه على الزمالك المنافس التقليدي للاهلي في مباريات الديربي، مش تقليلا من الزمالك، ولكن الاهلي كان بيخش مباريات الديربي بمعنويات اعلى استنادا الى العقده اللي موجوده عند المنافس لحد دلوقتي. بس دلوقتي يعني طبعا مع كامل احترامنا للزمالك، بس قول دلوقتي بقيت رايح راجع، يعني بيكسبك ماتش بتكسبه 3 ماتشات، بتكسبه ماتشين بيكسبك ماتش وهكذا. بس انت قعدت اكتر من 10 سنين الزمالك ما بياخدش منك ولا حق ولا باطل. صح. ده ليه؟ ده كانت عقده نفسيه اكتر منها اداء فني في الملعب. اداء فني في الملعب كان خطير بالنسبه للاهلي، ولكن العقده النفسيه كانت اكتر من
الـ الاداء. خليني ارجع تاني ده زي ما بشير لده، هشير لماتش ليفربول والسيتي. في عقده نفسيه تانيه بالنسبه لجوارديولا غير عقده مانشستر سيتي. جوارديولا اكتر مدير فني خسر في مواجهات مباشره امامه هو يورجن كلوب في 7 مباريات، مفيش اي مدير بس فني. بس خالد الديلي ميل كتبت ان هم متعادلين. لا يعني غريب جدا الديلي ميل. أيوة. انا عارف ان الافضليه ليورجن كلوب، نتكلم من ايام البايرن وبروسيا دورتموند صح كده؟ بالظبط. لكن لا الديلي كمان ميل من 2008 من طبعًا اول من اول بيورجن من انا اسف من اول بيب جوارديولا ما مسك برشلونه في 2008 ماشي، مفيش مدرب قدر يفوز على جوارديولا او على فريق بيدربه جوارديولا 7 مرات. ممكن يكونوا الاثنين متعادلين في 7 مرات، الاوصال 7 مرات ده كسبان. ده انا بتكلم على انا حتى قريت الاحصائيات اللي أيوة. انت بتقولها، بس استغربت ان الديلي ميل كانت كاتبه ان المواجهات هم متعادلين. هم متعادلين، بس هي الفكره في الموضوع مش ان هم متعادلين، هي الفكره انه في مدرب قدر ياخد 7 ماتشات من جوارديولا، وده رقم مفيش اي مدرب في العالم قدر يعمله. دي عقده نفسيه. عقده نفسيه اضافيه اللي هي مواجهات المباشره ما بين السيتي وما بين ليفربول في الدوري وفي دوري ابطال اوروبا. اخر موسمين افضليه ساحقه بالنسبه لليفربول، فلما تحط كل دوت على بعضه في مواجهه مباشره على ملعب الانفيلد اللي هو ملعب تاريخي جدا والجماهير بتمتلئ وبتؤازر بعنف شديد جدا لفريق ليفربول، صعب ان انت تقدر تاخد من ليفربول نقطة حتى على ملعبه. في رقم تاني انه محمد صلاح ورقم اتنين الاول هو سيرجيو اجويرو الاكثر احرازا للاهداف على ملعبه في الدوري الانجليزي، هو سيرجيو اجويرو ب9 اهداف. محمد صلاح كان التاني ب7 اهداف، النهارده بالهدف بتاعه النهارده بقى 8 اهداف. اتمنى ان هو يجيب جون كمان عشان يبقى رقم واحد. هيتخطط لا لا احنا بنتكلم على الموسم ده، على الموسم ده احنا بنتكلم على الموسم الحالي. لا لا مش في التوتال، احنا بنتكلم على الموسم الحالي. احرز 8 اهداف على ملعب الانفيلد في كل البطولات. تمام. رقم واحد لا انا اسف في الدوري الانجليزي رقم واحد هو سيرجيو اجويرو ب9 اهداف على ملعب الاتحاد. طبعا ده يعني سيبك ملعب الاتحاد دلوقتي، 8 اهداف على الانفيلد في كم مباراه اللي هو من بدايه الموسم لحد دلوقتي، ده رقم 12 جوله خطير جدا. 6 ايوه بالظبط، 6 مباريات تجيب فيهم 8 اهداف، ده رقم خطير جدا بالنسبه لمحمد صلاح. فدي عقده نفسيه او عامل نفسي زياده في صالح ليفربول في مواجهته النهارده. انا اتمنى بس انه المباراه تكمل على كده. ممكن متوقع مفاجاه من السيتي، والسيتي ممكن يرجع طبعًا حتى بالتعادل. طبعا جوارديولا لا تامن مكره. مانشستر سيتي لا تأمن الكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجودين فيه. السيتي احنا عارفين انه بيلعب بجاندوجان في وسط الملعب، وبيلعب دي بروين، وبيلعب بسيرجيو اجويرو في الهجوم، وبيلعب ببرناردو سيلفا الخطير جدا جدا جدا. اجويرو وستيرلينج ودي بروين وبرناردو سيلفا وجاندوجان ورودري في نص الملعب. بالظبط. يعني بنتكلم في انك هل شايف ان اصابه ادرسون ممكن تكون ايضا مؤثره بعض الشيء طبعًا على خط الدفاع وعلى طريقه بيب جوارديولا في الملعب نفسه مع لعيبته؟ عارف لما كان عصام الحضري في الاهلي ولما كان في المنتخب صح، عارف لما تير شتيجن في برشلونه بس مش غير في بينتو. لا في دي انا مستغربه جدا جدا والله. غير بينتو لما يقف ليه؟ بينتو ده كان كارثه 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 من كوارث الزمن. لما بيقف وراك جون كبير انت بتبقى بتلعب باعصاب مرتاحه، فنسبه اخطاء المدافع بتقل بنسبه كبيره جدا. غير لما بتبقى عارف ان انت الكوره اللي هتفوت منك هتروح جون عشان الجون اللي وراك وحش، فبتغلط كتير عشان انت مشدود عصبيا كمدافع. وجود ادرسن ورا خط دفاع مانشستر سيتي بيديلهم ثقه، فبيلعبوا باريحيه وبيلعب الكور السهله وبيلعب بالباص الريسكي شويه بس عشان يخرج كويس من منطقه من ورا لقدام. عدم وجود ادرسن ورا خط الدفاع بيخلي المدافعين يتشدوا ويلجا الى الكور الطوليه والتشتيت خارج منطقه ال 18، فبيدي افضليه للفرق اللي قدامه ان هو يستحوذ على الكوره ويرجع تاني يهاجمه. فطبعا غياب ادرسن مؤثر بشكل كبير جدا على افضليه ليفربول في الحبه اللي انا شفتهم قبل لما اطلع معاك. طيب تعالى نتكلم على المنتخب الاولمبي علشان عندنا مباراه مهمه بكره ان شاء الله في تاني الجولات في دور المجموعات في بطوله الامم الافريقيه 23 سنه المؤهله الى اولمبياد طوكيو 2020. ازاي شايف مباراه بكره
وازاي شايف ان مصر ان شاء الله قادره على تخطي عقبه غانا؟ ايضا غانا محتاجه 3 نقاط علشان تعثر امام منتخب الكاميرون بنتيجه 1-1، لكن نقطه احسن من ما فيش بالنسبه لغانا. بالظبط. هل شايف ان المباراه هتكون قويه ولا ان شاء الله منتخب مصر وكابتن شوقي قادرين على حسم ال3 نقاط والتاهل قبل مواجهه الكاميرون؟ انا بخصوص المنتخب الاولمبي عندي بالظبط 3 نقط عايز اتكلم عنهم. نقطه فنيه بغياب ناصر ماهر، ونقطة ليها علاقة بالأداء، أيوة، والنقطة الأخيرة ليها علاقة بمفاتيح لعب غانا. تمام. خلينا نبدأ في الأول بإصابة ناصر ماهر اللي كانت مفجعة جدا بالنسبة لنا، لأن أنا ناصر ماهر واحد من أكتر اللعيبة اللي بحبهم في الملعب. غياب ناصر ماهر هيؤثر بشكل كبير جدا على البيلد أب بتاع منتخب الأولمبي. بس عمار حمدي نزل عمل بس عمار حمدي مش خط نص جدا. تمام. بس عمار حمدي مش خط نص، عمار لاعب يعني تحس ان هو عمل عمار لعيب كبير جدا، تحس ان هو يعني اولا هو 99، هو اصغر من اللعيبه بسنتين، بالظبط، جسمه قليل لكنه سرعه ومهاره ومرونه ورؤيه في الملعب. دايما المخ يا خالد يعني فعلا في بعض الاوقات بيكون محتاجه اكثر من العضلات. ايوه طبعا. ايوه طبعا. فشفت عمار بخفيته اللي موجوده، بتمريراته، بتعدياته، بالسبرنتات، بسم الله ما شاء الله. فانا شايف ان هو يعني حدث الفارق، وحسسنا ان ناصر ما اتصابش، يعني حسسنا ان في لعيب موجود. لكن ايه اللي هيحصل المباراه اللي جايه؟ ايه اللي هيحصل؟ انا عندي ازاي نقدر نستفيد، اللي هي النقطه اللي انا بتكلم عليها، ازاي نقدر نستفيد من عمار حمدي ونقفل الثغره اللي هيسيبها ناصر ماهر في خط النص. انا بس على سيره عمار حمدي، زي لما انت بتتكلم على السرعه والمهاره، انا كل ما اتكلم على عمار حمدي اقول انه اول مره اتفرج فيها على عمار حمدي كان في نادي النصر. اتفرجت على تلت ساعه، اول تلت ساعه في المباراه بيرقص اي حد، تاني تلت ساعه في المباراه اللعيبه بتخش عليه قافله رجليها حرفيا والله. يعني انا يعني خايفين ياخدوا كوبري، خايفين يترقص ترقيصه وحشه. عمار حمدي من اللعيبه الحريفه قوي. ازاي تقدر تستفيد من الحرفنه دي؟ ان انت ما ترميهوش في نص الملعب، ان انت ما تخلوش هو اللي يبدا العمليه من ورا خالص، هو يستلم الكره مرتاح ويطلع بيها مرتاح ويقدر يخدم على الهجوم مرتاح. في تصوري الشخصي ان احنا ممكن ندفع احنا عارفين ان احنا المنتخب الاولمبي بدا امبارح ب 3-4-3 او 3-1-3-3 3-1-3-2-1. طيب معلش انا هقطعك عشان معايا مداخله مهمه. طبعا طبعا طبعا. كابتن جمال الغندور رئيس لجنه التحكيم. يا كابتن جمال برحب بحضرتك. اخر يا عمر، تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكريم، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. طبعا بنتشرف بوجود حضرتك معانا في قناه النادي الاهلي، لكن يا كابتن جمال عايز استغل وجود حضرتك معايا واسالك عن التحكيم الافريقي في بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه وراي حضرتك فيها. والله حتى الان المباريات اللي اتلعبت كلها التحكيم فيها كان جيد جدا، وبنشهد للمره الاولى يمكن في المسابقات الافريقيه للرجال تحكيم نسائي وهم نجحوا، وانا شايف انه ده بقى توجه موجود في العالم كله. بدات بان هم عملوا مثلا قائمه حكام الدوليين للكره الخماسيه والكره الشاطئيه، بقت قائمه موحده يعني فيها بنات واولاد وبيشاركوا مع بعض في البطولات، ما عادش في فرق بقى بينهم في الاختيارات. شفنا الاتحاد الاوروبي لما اثنت مباراه السوبر الاوروبي لطاقم تحكيم نسائي ونجحهم. الاتحاد الافريقي النهارده بيشارك التحكيم النسائي في بطولاته، بدا ببطوله التصفيات الاولمبيه في 23 سنه، واعتقد انها نجاح هذه التجربه هنشوف بعد كده ان شاء الله ممكن في بطولات الامم الافريقيه للكبار ممكن نشوف العنصر النسائي موجود. هل يا كابتن جمال ممكن نشوفه في الدوري المصري؟ والله يا عمر ليه لا؟ يعني يا كابتن بس الاول خلينا الاول التجربه نشوفها مثلا على مستوى القسم الثاني. صح. وعلى فكره ده حصل قبل كده سنة 2006 أو 2007، كنت مسؤول عن التحكيم، وكان عندنا جيل الحقيقة من المحكمات يعني 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 ما فيش فرق في المستوى كبير بينهم وبين الرجالة. كان عندنا نعمة رشاد، وكان عندنا منى عطلة، وكان عندنا ويدا ودينا، يعني أسماء كبيرة، وأشرفتهم في مسابقة القسم الثاني. دلوقتي احنا يعني بعد ما غاب الهيئه التحكيم النسائي فتره كبيره، احنا عندنا دلوقتي فعلا عناصر مبشره، عندنا شاهنبه حكم ساحه، عندنا يارا حكم مساعد، عندنا منى عطله حكم مساعد بيشاركوا في المسابقات الافريقيه، وبالتالي خلينا يعني فيهم فرصه ان شاء الله في القسم الثاني.
في مباريات ما تكونش، مش هقول مش صعبه لا، بس ما تكونش يعني مباريات تساعدهم على ان هم ياخدوا فرصتهم في ملاعب كبيره في السداد، وبعد كده لو نجح في التجربه دي لا ما تشوفهمش ليه في الدوري. انا عارف ان ده صعب، وعارف ان المجتمع من الصعب ان هو يتقبله، لكن خلاص العالم كله بقى كده دلوقتي، فبالتالي احنا مش هنتخلف عن العالم. كابتن جمال، هل فترة التوقف الحالية للتحكيم إن شاء الله يكون استفاد منها ويكون استعد لعودة الدوري من جديد؟ والله يا عمر التوقف لم ما كانش عندنا في التحكيم، هو التوقف للدوري الممتاز ده. لكن أنا بتكلم يا كابتن على بعض، ممكن حضرتك تستفيد من بعض الوقت بجلسات بمحاضرات بكلام أكيد حضرتك عارفه ممكن يفيد الدورات التدريبية، كمان يفيد حكامنا بعد رجوع بطولة الدوري الممتاز إن شاء الله على خير. ما انا بقول لك احنا ما عندناش توقف ليه؟ لان انا عندي مسابقه القسم الثاني زيها زي الدوري الممتاز بالظبط. تمام. انت عارف ثلاث مجموعات، كل مجموعه فيها 12 صح. فريق. كلهم فيهم على الاقل سبع ثمان فرق كانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز، ومش مش من بعيد امبارح اول امبارح بيلعبوا في الدوري الممتاز. يعني فيما يعني ان مسابقه القسم الثاني ايضا زيها زي مسابقه الدوري الممتاز، حكام شغالين، ولكن برضه من وقت للتاني بنعمل محاضرات تثقيفيه للحكام، بنعرض الحالات التحكيميه، وبنعرض الاخطاء اللي وقعوا فيها الحكام. بالمناسبه يا عمر، بمناسبه عرض الاخطاء والتحليل التحكيم، انا بعلنها يمكن عندكم لاول مره، انا ما عنديش اي مانع ابدا ان انا ادعو المديرين الفنيين ومدراء الفرق في الدوري الممتاز ان هم يحضروا معانا التحليل التحكيمي، لان احنا ما عندناش حاجه نخبيها وكل حاجه بتتعرض قدام الحكام، وبالتالي مفيش اسرار تتخبى ولا في اسرار تروح وتيجي. عموما دي هتبقى جديده برضه عملتها قبل كده سنه 2005. اتمنى ان شاء الله ان احنا التجربه دي يعني اللي عايز يجي اهلا يتفضل ونشارك بعض في الراي، يعني شاركنا رايه واحنا نشاركه كمان في رايه، ما عندناش اي مشكله ان احنا الاخطاء بتاعتنا نعرضها قدام الناس. كابتن جمال، اخيرا احنا كلنا كنا سمعنا عن تصريحات الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه على ان الفار خلاص قربت، هل الكلام ده كابتن حقيقي ان الفار خلاص قرب ان هو يكون موجود في الدوري المصري، ولا لسه في شويه عقبات بسيطه تمنع وجود الفار عن وجوده في الدوري المصري؟ لا بالعكس، شغالين بشكل كويس جدا، بس اللي عايز اقوله لك عمر انه اجراءات الفار واجراءات تطبيقه مش بسيطه ومش سهله صح، ومحتاجه وقت. خلي بالك يا جماعه، الموضوع مش بسيط ومش سهل، المساله مش مساله ان احنا نجيب شاشه ونقعد واحد قدامها ونخليه يتصل باللي في الملعب وخلاص، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. صح. وبالتالي لا بالعكس، تصريحات الاستاذ عمرو الجنايني صحيحه 100%، احنا بنسابق الزمن عشان الفار يطبق في مصر ان شاء الله. احنا حاطين بنتمنى انه يبقى من بدايه الدور الثاني ان شاء الله، وارد انه يكون في بدايه الدور الثاني حتى لو اتاخر شويه، مش لكن هذا الموسم ان شاء الله هيكون فيه تطبيق للفار. كابتن جمال الغندور، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصري، كل التوفيق لحضرتك وللسادة الحكام، وان شاء الله يعني يكون موسم خالي من الاخطاء التحكيمية على قد ما نقدر. خالد، هرجع لك سريعا على المنتخب الاولمبي، بتقول لي ناصر ماهر مكانه، هل هيتم الدفع بعمار حمدي عشان يكون هو اللاعب البديل، ولا انت شايف ان كابتن شاي ممكن يغير الطريقة بسبب ان المباراة اللي جاية ليها حسابات مختلفة على حسب تصريحاته، وان كل مباراة ليها طريقتها وعلى حسب النتائج بيلعب بالتكتيك؟ طيب هو على حسب النتائج بيلعب بالتكتيك، المباراه اللي جايه هي اللي هتضمن له ان هو يتاهل. تمام. الخساره تدخله في حسابات مربكه جدا، خاصه ان غانا معاها نقطه، الفوز تمام يخليه هو اول مجموعه. انا شايف انه لا، للاستفاده القصوى من عمار حمدي ولغلق الثغره بتاعه ناصر ماهر، بيتم الدفع بمحمود الجزار في لا في قلب الدفاع، قلب الدفاع، ونطلع ماشي. احمد رمضان بيكهام هو اللي يقفل نص الملعب جنب اكرم توفيق. تمام. ليه؟ اشمعنا احمد رمضان بيكهام؟ احمد رمضان بيكهام بيلعب طرفين كويس قوي، وبيلعب سنتر كويس. غانا فيها نقطه قوه اسمه ايفنز منسا. ايفنز منسا دوت اللاعب رقم 20 اللي خد احسن لاعب في المباراه امام الكاميرون. لعيب تقريبا 160 سنتي 155 حاجه كده، بس ما حدش بيعرف ياخد منه الكوره، بيرقص اي حد وبيعدي في اي حته. هو بيلعب عمار حمدي بتاع غانا. عمار حمدي بتاع غانا بالظبط، انا كنت لسه هقول كده، عمار حمدي بتاع غانا، وبيلعب في نفس الحته، بيلعب
في نفس الحته اللي انا عايز عمار يلعب فيها الماتش اللي جاي، بيلعب هاف رايت. حلو، هاف رايت وبيضم على قلب الملعب كتير، فهاف رايت دوت هتبقى مهمه احمد فتوح ان هو يقفل عليه كباك ليفت. لما يضم على قلب الملعب هيبقى واحد من الاثنين اللي مطالب بان هو يقفل عليه، يا اما اكرم توفيق يا اما احمد رمضان بيكهام، او اكرم توفيق واللي جنبه. انا برشح احمد رمضان بيكهام لان هو زي ما قلت لك بيلعب سنتر كتير، بيعرف يكفر ورا اللي بيلعب جنبه. اكرم توفيق عنده مجهود بدني عالي، بتنقصه شويه الفيجن، الرؤيه. احمد رمضان بيكهام عنده هذه الرؤيه، فانا برشح انه محمود الجزار ينزل في قلب الدفاع مكان احمد رمضان بيكهام، وبيكهام هو اللي يطلع في قلب الملعب، وتلعب عمار حمدي مكان صلاح محسن. صلاح محسن شفناه مش ما كانش باين قوي خالص، ما كانش باين قوي في المباراه الاخيره. ليه ما كانش باين؟ هل وجوده في مركز ممكن ما يكونش مركزه هو ده اللي ادى ان صلاح محسن ممكن يكون غايب عن مستواه او ما حسيناش بيه اثناء سير المباراه؟ بص، صلاح محسن بيلعب كات انسايد، بيلعب ميز رانر كات انسايد اللي هو بيلعب على الطرفين. لا ترجم لي. وبيخش ما انا بيلعب ان هو على على الجانب الايمن اكتر ويقطع جوه المنطقه. بس قطعت صلاح محسن جوه المنطقه هتحتاج من المهاجم الرئيسي الصريح مصطفى إن هو محمد، مصطفى محمد او اي مكان يعني اللي هو اللي بيلعب بهذا الدور، ان هو يسحب نفسه بره عشان يسحب معاه المدافعين، ما يعملش زحمه لصلاح محسن. عدم الانسجام ما بين صلاح محسن ومصطفى محمد في النقطه دي تحديدا خلت صلاح محسن ما يبانش، وخلت مصطفى محمد يبان كويس قوي، لان مصطفى محمد عمل اللي عليه وزياده بالتواجد داخل المنطقه، بخطف هدف المباراه، بازعاج الدفاع على مدار المباراه كلها. بس هو ما فضاش خالص المساحه لصلاح محسن عشان صلاح محسن يخش من الجنب زي ما بنقول. اذا لم يتم حل عملية الانسجام ما بين صلاح محسن ومصطفى محمد والخروج والدخول ما بينهم، مين يدخل المنطقة ومين يخرج منها، فأنا أعتقد أنه الأنسب أن احنا صلاح محسن يبقى ورقة رابحة على مقاعد البدلاء، وعمار حمدي هو اللي يبدأ في مركز أو في حتة الكات انسايد من على الجانب الأيمن، ويقوم بصناعة اللعب زي رمضان صبحي من الجانب الأيسر، عمار حمدي يبقى هو صانع الألعاب من الجانب الأيمن، ومصطفى محمد كفيرود صريح. دي الخطه اللي بالنسبه لي وجهه نظري. يعني انت عايز كابتن شويه يلعب بكام؟ 4 3 3 3 4 3 او اللي هي الرسم في الملعب 3 1 3 2 1. الثلاثه وقدامهم ناصر ماهر، انا اسف، قدامهم اكرم توفيق، وقدامهم ثلاثه عراقي وبيكهام واحمد فتوح، وقدامهم اثنين رمضان صبحي وعمار حمدي، وقدامهم مصطفى محمد. طب انت شايف ان ثلاثه طريقه تناسب منتخب مصر الاولمبي، بالرغم من ان ما فيش ولا نادي في مصر ولا المنتخب الكبير بيلعبها ولا ليفربول ولا السيتي ولا اي حد بيلعبوها؟ هل شايف ان هي مجسمه من كابتن شوقي، ولا كابتن شوقي عرف يحفظ الولاد الطريقه دي؟ لا، عرف يحفظهم، وهي طريقه انا عايز اقول انه هي مش 3 5 2 اللي بيلعب ليبرو 2 مساكين، عشان بس الناس لا مش لا، عشان الناس بس ما تفتكرش ان هو بيلعب ليبرو 2 مساكين، هو بتبقى طريقه شويه، ثلاثه اللي موجودين ورا دول يعني مدافعين بحت بالزبط. ما يفكروش حد يهاجم فيهم ولا مره، ولا يروح حتى هجمه واحده، وبيبقى في عامل مساعد بالنسبه لهم وجود ظاهرين اجناب. صح. بس هم في الحاله ده بيبقوا جناحين اكتر منهم ظاهرين. صح. فلما يبقى عندك الجناحين دول عنده قدرات بدنيه كويسه زي كريم العراقي، وعنده مهاره كويسه زي احمد فتوح، ده بيساعد كتير خط الدفاع ان هو ما يتقدمش، وان هو يحافظ على الخط بتاعه امام المهاجمين. خليني اقول على طريقه 3 4 3. طريقه 4 3 4 3 حتى في الدوري الايطالي، اللي بيتابعوا الدوري الايطالي، هي الطريقه الامثل للخروج من المأزق. يعني ايه بقى؟ بيبقى عندك لعيب بيستلم الكوره من الجون، عندك اثنين فاتحين على الجناب، وعندك الاثنين فاتحين على الاجناب خلاص موسعين الملعب على الاخر، عندك واحد خط نص بينزل يستلم منك، وعندك اثنين واقفين قدامه، فبتلاقي الرسمه في الملعب اللعيبه بتاعه الفريق بتاعك منتشرين في كل انحاء الملعب. سهل ان انت تخرج من مناطق الدفاعيه لمنطقه الهجوم من غير ما تعتمد على تطفيش الكوره او الكوره الطوليه، سهل ان انت تطلع باس باي باس، ان انت تطلع باصه بباصه الى المنتصف ملعب المدافع المنافس. شفنا انطونيو كونتي في كل فرقه بيمسكها 3 4 3 هي الطريقه الاولى، او 3 5 2، لان انطونيو كونتي بيلعب 3 5 2 لان هو بيحب يلعب اكتر باثنين مهاجمين، مش صح. مش مهاجم واثنين صناع لعب.
انطونيو كونتي 3-5-2 هي الطريقه المثلى بالنسبه له في اي فرقه، حتى لما راح تشيلسي لعب 3-5-2 شويه ما نفعتش، لعب 3-4-3 وبعدين رجع 4-3-3، بس في الاول عشان يقدر يوصل للعيبه لعب 3-4-3 صريحه، فاهم قصدي؟ لما جه انتر ميلان بيلعب 3-4-3. النهارده في ماتش مهم بالنسبه للميلان واليوفي في تورينو الساعه 10:15 في الدوري الايطالي. ميلان عندها غيابات كتير وعندها مدرب لسه جاي جديد ستيفانو بيولي، لعب 3-4 ماتشات عمل فيهم اداء كويس بس نتائج وحشه، فعشان يهرب من المأزق كل صحف ايطاليا بتقول انه النهارده ستيفانو بيولي هيلعب قدام يوفنتوس ب 3-4-3 عشان يقدر يحسن من الجانب الدفاعي ويقدر يوصل بسهوله الى مناطق يوفنتوس ويشيل الضغط من على مناطق الدفاع. فانا رجوعا الى المنتخب الاولمبي انا تطرقت الى كذا حاجه عشان اوضح انا عايز افكر سريعا عشان عايز اروح معاك للمنتخب الاول كمان قبل ما نختم. 3-4-3 في حاله انه في لعيبه مش منسجمه مع بعض وفي خطه لسه او طريقه لعب لسه احنا مش فاهمينها، 3-4-3 هي الطريقه المثلى للخروج من المأزق ده. كابتن شوقي غريب حفظهم كويس الماتش اللي فات، الاداء ما كانش قد كده بس كاول مباراه المكسب اهم ولا الاداء المهم يا خالد؟ الاثنين، بس المكسب بالنسبه لك انت المكسب بيديك فرصه تحسن الاخطاء عشان تلعب باداء لو كويس. لو ما كناش كسبنا بس كنا عملنا اداء كويس لا ممكن هيقول ايه؟ لا طبعا ملهاش لازمه ملهاش لازمه. فهو بقول لك اول حاجه ثلاث نقاط. طبعا طيب. ثلاث نقاط اولا واخيرا. طيب شفت منتخب مصر امام بوتسوانا امام ليبيريا، منتخب مصر بيستعد لمباراتين ان شاء الله، واحده امام كينيا واحده امام جزر القمر. هل انت شايف البدايه في اللقاءين الوديين مع كابتن حسام كانت عامله ازاي؟ لقاءين جايين مهمين في تصفيات افريقيا كاميرون 2021. ناس تسمع الاسامي ممكن تقول لك اسامي مش قويه، لكن في افريقيا ما بقاش في فريق قوي فريق ضعيف. طبعا احنا طلعنا قبل كده من افريقيا الوسطى، يعني طلعنا ودعنا بطوله امم افريقيا 2013 على ايد افريقيا الوسطى اللي هي ما كانش ليها حضور خالص في افريقيا. على عكس المنتخب الاولمبي اللي انا مبسوط بشويه الاداء اللي عمله في مباراه الامس او مباراه مالي، انا ما عجبنيش خالص المنتخب الاول في الماتشين ولا ماتش واحد؟ لا في الماتش، في الماتش اللي فات ليبيريا. ليبيريا ليه؟ المفروض ان انتوا لعيبه عندكم خبرات كبيره ومدرب من انجح المدربين اللي موجودين في مصر كابتن حسام البدري، ما ينفعش ان احنا ننزل لمستوى الفريق المنافس. احنا المفروض ان منتخب مصر هو بالخبرات اللي موجوده فيه وبالاسامي الكبيره اللي موجوده فيه المفروض ان احنا نلعب بمستوانا والمنافس هو اللي عليه ان هو يجارينا. لو ما عرفش يجارينا بيشيل نتيجه تاريخيه ويمشي، بس ان احنا نكسب 1-0 بالعافيه قدام منتخب زي ليبيريا واحنا مقبلين على بطوله مهمه جدا عايزين نعوض فيها اخفاق البطوله اللي فاتت ومقبلين على تصفيات عشان تاهلنا اصلا للبطوله، انا ده بالنسبه لي كان شيء غير مقبول. بس خليني اقول ان انا ممكن التمس العذر بالنسبه لمنتخب مصر عشان طريقه كابتن حسام البدري مختلفه شويه عن خافير اجيري المدير الفني السابق. 4-3-3 اتغيرت بقت 4-2-3-1، بتتغير في وسط الماتش ل 2-1 يعني بيلعب اثنين مدافعين بس وهاف ديفندر واحد وبيطير كل الاجناب، فطريقه مختلفه شويه عن طريقه خافير اجاري، فده اللي ممكن التمس فيه العذر بالنسبه للاعيبه المنتخب. بس هستنى قدام كينيا في الماتش المقبل انه يكسب فرق 4 يكسب فرق 5 باداء مبهر جدا عشان يعوض عندي الاداء السيء اللي انا شفته في الماتش اللي فات ويمسح اي خواطر تيجي في دماغنا انه ده هيبقى مستوانا فترة كابتن حسام البدري اللي جاية، ان احنا الفترة اللي جاية كلها هنلعب على جون ونقفل ونعمل الكلام ده كله، ده بالنسبة لي مش هيبقى مش مقبول. فأنا هنتظر أمام كينيا أداء مبهر جدا ونتيجة كبيرة جدا عشان تمسح من أذهان الجمهور إنه ده مستوانا الحقيقي وإن احنا هنكمل كده ما تبقى من وقت يعني. محمد صلاح هيجي المنتخب وكل أمور هتكون كويسة؟ هيجي طبعا. لا أنا بتكلم الأمور هتكون كويسة؟ احنا شعب طيب. وقفت عندها كده وفكرت فيها أنا كويس. انا وقفت فعلا. طب يعني انا بتكلم على موضوع الشاره من الاخر. الموضوع شاره، ما انا فاهم. هيأثر على محمد صلاح؟ محمد صلاح مش في دماغه بامانه. محمد صلاح مش في دماغه. انت
متأكد؟ أنا متأكد محمد صلاح مش في دماغه، خاصة أنه الخلاف على الشارة مع قيمة كبيرة جدا زي أحمد فتحي. أحمد فتحي في 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 منتخبات مصر من أول منتخب الناشئين حتى المنتخب الأول ليه تاريخ وباع طويل جدا. شفنا المنتخبات الكبيرة مش دايما نجم الفريق هو بيبقى كابتن، يعني مش لازم أنه الكي بلاير بتاع كل منتخب يبقى هو كابتن الكابتن الفريق. يعني شايفين رونالدو كان لحد عمره ما كان الكابتن في ريال مدريد على سيرجيو راموس مثلا، في يوفنتوس هو مش الكابتن. عم احنا بنتكلم على ان هو 9 سنين في ريال مدريد عمره ما كان الكابتن. راؤول او حتى سيرجيو راموس الاثنين هم الكباتن بالظبط كده. كاسياس كان قبل سيرجيو راموس، فاهم قصدي؟ فلا هي اقدميه اكتر منها. ميسي، بيول، تشافي، انيستا بالظبط كده، ونجم النجوم رونالدينيو كمان لما كان موجود. وكان رونالدينيو كان في فتره من الفترات كان بوسكيتس كابتن على على ميسي، بس لحد ما عملوا بقى تصويت والجدير بالذكر ان بوسكيتس صوت لصالح ميسي. ايوه تنازل عن الشارع لصالح ميسي ضمن التصويت. بوسكيتس قال لا ميسي هو اللي يبقى الكابتن بالتراضي. لا بالتراضي، لا 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 ما فيهاش لوي دراع، دي ليها كل حاجه بالاتفاق، عارف؟ الا دي بالخناق بالظبط، الا دي بالاتفاق. فانا لا يعني اعتقد انه محمد صلاح ما فيش مشكله خالص فيما يخص الشارع، وما فيش مشكله فيما يخص انضمام المنتخب مصر. الفتره اللي جايه اعتقد ان شاء الله هتشهد اصلاح الاوضاع ما بين محمد صلاح وما بين الشارع المصري، واحنا شعب طيب بطبعه. يعني محمد صلاح هيجيب جون هننسى اللي حصل ده كله، وهنهلله وهنهتف له، والمواضيع هتخلص يعني. طيب سريعا جدا جدا عايز اقول لك من هو صاحب هذه المقوله وتعلق عليها. الجسد لا يرحم، امال لو كان بيرحم كان عمل ايه؟ كان عمل فينا ايه؟ طيب انا مش عارف والله. ليونيل ميسي اللي دخل امبارح هاتريك بركلتين حرتين، تخطى كريستيانو رونالدو في عدد الهاتريك التاريخي في الدوري الاسباني. تساوى معاه، تساوى 34 هاتريك لكل منهما، تساوى مع كريستيانو رونالدو. الهاتريك اللي جاي هيتخطاه اللي هو الماتش اللي جاي على طول يعني. شفت ميسي؟ انا ما بحبش اعلق على ميسي لان ده بيعتبر نوع من انواع التقييم. لا خالص ما ينفعش. خالد يعني شرفتني ونورتني، استمتعت جدا بوجودك معايا طبعا. يعني خالد عامل صحفي في اصل الاسبانيه، يعني من تالق لتالق ونجاح لنجاح، والتوفيق لميلان النهارده. يا رب يا رب، عشان احنا بنعاني والله بنعاني. انا ميلانيستا جدا طبعا، ميلانيستا عنيف، فان شاء الله النهارده نعرف نعمل حاجه. ان شاء الله حبيبي انبسطنا ان انا كنت معاك. لا حبيبي انا طبعا كنت مبسوط وبشكرك، شكرا جزيلا والف سلامه عليك. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يخليك. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره ان شاء الله اكون مع امير هشام من جديد عشان تكملوا معايا باقي الاسبوع. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.